وهلو بهايات، فيديو اليوم كتير متحمست له، جهزت اغراضه من فترة وكل يوم بقول اليوم بدي صوره واليوم بدي صوره، واحيانا بقول يا الله يمكن ما يحبوا العالم، بس قلت يلا خليني اجرب. هاي كان كتير على التيك توك، يعني انه دارجة انه ترند صايرة، بيجيبوا سفنج اللي بيحطوا فيه الورد وبيغمسوه لهذا السفنج بقلب مي ملون، عرفت علي كيف؟ وبعدين بيجيبوا بعد ما يلونوا السفنج وبيحطوه بالمي، بيجيبوا هيك اخر شيء وبيعصروه بقى، وانتو بكون تحزروا الالوان اللي بدها تطلع من السفنج. فكتير حبيت جربه وقلت ليش لا، بيسلي وهيك بتحسوه هيك مريح للأعصاب. قررت أول لون أعمله لون أصفر، فمثل ما شفتوا حطيت اللون الأصفر وعم حاول أعبيها كلها بالمي مشان الواحد بس يعصرها يعني يطلع منها كتير مي. وبعدين حطيت لون أحمر، ما بعرف المفروض كتير تكون الألوان يطلع يعني درجة اللون كتير تكون غامقة، بس لنشوف. لك ماما، لك كم مرة قلت لك بس تعملي فيديو تناديلي مشان اجي احكي معك، هيك هيك قاعدة عم تعمليه من وراي؟ يا الله منك شلون. ماما شفتك قاعدة عم تدرس، انت عندك دراسة، دراستك اهم من هالقصص هاي. ماما هاي اللي انت عم تعمليه اسمه دراسة، تداخل الالوان بقلب الاسفنج، وهي انه نعمل ترندات ونعصر ونريح اعصابنا. اصلا لازم يكون اعصابي مرتاحة وقت الدراسة يا ماما، الله يسامحك. يا على قطاطك، يلا خلص تعال ما بتفوتك فايتة، يلا نعصر أول يوم. جاهز؟ واحد اتنين ترى. طلع لنا أول شي اللون الأحمر، بس حسيت كان لازم غمق اللون أكتر من هيك لحتى تطلع أفظع يعني. يلا دوري ماما، مساعدة مساعدة يا رب. واو أصفر، لوني المفضل أصلا أنا الأصفر. يا سلام، طمني تقبشني، ارتاحت أعصابك؟ فيك هلأ تروح تدرس؟ ايه اكيد، بس بدي اللون اخر لون لسه ماما، بدك تروحي علي؟ لا يا شو يروح عليك، يلا تعال. واحد اتنين، يا لطيف هذا الازرق، انا لوني المفضل الازرق، المفروض يكون البينك، بس كل هالشي انا بحب كثير اللون الازرق. ماما ليش عم تضاربي علي وانا كمان بحب اللون الازرق؟ ايه ما بيأثر فينا نحبه اتنيناتنا. وهلأ رح أعمل سلايم، هلأ هدول أنا عندي ياهن من زمان يعني، فقررت إنه بما إنه ما لهم استخدامات فليش ما أعمل فيهم سلايم، والصراحة أنا مو من الأشخاص اللي بيعملوا سلايم كتير، فقلت ليش لا تعالوا نجرب، وإذا حبيتوها منصير نعمل كتير قصص بالسلايمات كمان. فقررت فضيهم كلياتهم ونعمل أكبر سلايم موجودة بالبيت. ففضيت كل الألوان اللي أنتوا شايفينها، ما بعرف ان شاء الله وقت بدنا نخلطهم يطلع اللون حلو. ماما بليز معلش تخلصي السلايم وبوعدك بعدين رح ادرس، اماني اماني خلي لي قلبك. طيب خلص استناني. شوفوا هون انا هون لحط عليها بوراكس، البوراكس بتجيبوه من عند العطار، بيعطوكم كميه كبيره وكتير رخيصه، لاني حاولت ادور لكم من وين تنباع، كاتبين من عند العطار وبيعطيك اياها يمكن يعني سعرها رخيص وكميه كبيره. رح اجرب حط شوي شوي لحتى تسمك عندي وإنه هيك تلتم سوا، بس ديروا بالكم من البوراكس يعني وقت تستخدموه كونوا كتير منتبهين، مفوت على عيونكم أو على يعني لأنه هو كتير مضر. ومثل ما مو شايفين ضليتني حط شوي شوي عم بخلطه، وما اللي بعرف ما اللي حاسة اللون النهائي رح يطلع حلو، ومثل ما شفتوا يعني طلع زهر على موف على ما بعرف شو، هي شكل النهائي. ولح ورجيكم قديش طويلة طول خالد، طلعت لسه أطول منه كمان يعني إذا أنا بوقف وبحملها، بس ما كان في مين يصورني. كنت وقفت وحملت لكم إياها. واو شو طلعت حلوة وكبيرة، ثانك يو مامي باي.